تواصلنا مستمر، شوط جديد التاسع الخاص بالابكار، انطلق قبل قليل مقدمة الشوط والمركز الاول بحور سعيد بن عيسى بن سالم البلوشي. ننتقل الى المركز الثاني الشاهينية علي بن راشد الدرعي، ولكن من الجانب الاخر مطفية تركي بن مظفر بن عبد الله التبعي يتقدم بانطلاقة ووجود مطفية في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير، متقدمة على الصدارة على المركز الاول خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع الكبير والانطلاق المميز لوجود هذه الاسماء المتقدمة المنطلقة امام حضراتكم. ما شاء الله، هذه هي مطفية تتقدم. تركي بن مظفر بن عبد الله التبعي يقدم هذه النوعية التي ايضا تاتي بمسار امها لذي تاتي ايضا بوجود مطفية، وكذلك من سلالة مطفية على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول. المركز الثاني لسالم بن سعيد بن سالم النعيمي، ولكن مطفية بلا اي توامر. تركي بن مظفر بن عبد الله التبعي راقب الثالث والرابع والخامس وبقية الاسماء والشعارات والاعداد المشاركة التي شاركت في شوط مطفية، الا ان مطفية بلا اي توامر. سلالة مطفي الرئاسة الأمة أيضا صاحبة إنجازات أيضا ذات قيمة عالية تأتي بأول إنتاجها لتتقدم بوجود مطفي على المركز الأول، تبدل على اليمين وعلى اليسار في ركضها. هذه النوعية مع التبعي. لا تركي بن مظفر بن عبد الله التبعي المركز الثاني كانت لا أيضا هناك شعار بن عودة على المركز الثاني، والمركز الثالث لحمد بن مبارك بن دحروي العامري، والتوقيت 2:12. ما شاء الله، هي مطفية، سلالة مطفي. تركي بن مظفر بن عبد الله التبعي قدم هذه النوعية.